وفي مقطع آخر نشرته مقيمة بلجيكية بعد حضور والديها إلى السعودية لزيارتهم للمرة الأولى، وعلقت أن والدها من ثاني يوم قرروا بأنهم يبون يقعدون في السعودية. خلونا نتابع المقطع. I just heard something so interesting that my parents told me. So this is their second day today in Saudi. And what did you say, Mama? I want to stay in Saudi. They love it here. They're staying. طبعا حلو الأشياء اللي احنا قاعدين نشوفها الفترة هذه عن السعودية، وكل حلقتنا اليوم وأخبارنا الجميلة عن السعودية وإيش ما في السعودية والناس قد إيش تتمنى إنها هي تكون بالسعودية. فحلو إنه جايين من بلجيكا ويقولك خلاص أنا أبي أعيش في السعودية. إيش فيها بلجيكا؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، شوكولاتة بس. إحنا عندنا شوكولات وعندنا تمر وعندنا قهوة سعودية وعندنا أشياء لذيذة، عندنا موسم الرياض، عندنا موسم جدة، عندنا عسير. شفت أنت قلت عندنا شوكولات بس شكلت وبرد بس لا يعني حلو. شوفوا أنا أشوف هذه الفيديوهات دائما تنتشر للأمانة. يعني أنا واحدة من الناس اللي عندي واحدة صديقة لي يعني أجنبية أيضا نفس الموقف صار، بس هي ما صورت، هي كانت حكيمة يعني سالفة أنه أهلها جو يزورونها هنا في الرياض، وقالوا نفس الشيء، قالوا لها انه متقاعدين طبعا اهلها كبار امها وابوها، فقالوا لها دوري لنا بيت هنا نعيش هنا. قلت والله صح عليكم، يعني تشوفين ان كيف الناس من اول او الفيرست امبريشن او الانطباع الاول يجون وهم في بالهم شيء ويجون ويشوفون الواقع، يشوفون الناس، يشوفون التطور، يشوفون الحياه في السعوديه وفي الرياض بالتحديد، انا اتكلم في الرياض شيء مختلف. فوالله ما لومهم صراحة. أنا جيتكم من جدة وقلت والله ما عندي بطالة. أنت حابة الرياض مرة. شوفي هي مها يعني يمكن زي ما بتقولي كان في صورة نمطية كده متاخذة عن السعودية في وقت معين، للأسف إنه المرأة ما تاخذ حقها، إنه مش عارف إيه، وهذه كلها أشياء كانت أفكار مغلوطة غير صحيحة. بطبيعة الحال هي كانت مسج بتوصل، فلما يجي الشخص ويشوف ويعيش، وأرجع أأكد مليون مرة على موضوع الأمان، نسبة الأمان، نسبة أن الواحد يطلع، نسبة أن الواحد لو نسي جواله في مكان يرجع يلقاه في مكان، ترى هذه التفاصيل مفقودة أحسها في الخارج، ما هي موجودة. وبصراحة كل اللي بيجوا في أحلى وقت في أحلى جو. ما أنصحكم تيجوا في أوغست. أغسطس الوضع مختلف، يعني تروحوا هناك روحوا جدة وروحوا أبها. لا شوفي وضع مختلف، بس عندنا مناطق ثانية صح بديلة عن الرياض، مع أنه الرياض ما في زيها صراحة. أيوة. يعني أنا أشوف أن الرياض هي مش بديلة، هي الجو يكون فيها أحلى مناسب.